اهلا بحضراتكم معانا في قناه الابيض تي في وحلقه جديده من حلقات التوقعات. النهارده معانا حلقه مهمه جدا وناريه من اخطر توقعات ليلى عبد اللطيف الاخيره، واللي قالتها على قناتها على اليوتيوب مع الاعلامي رجا ناصر الدين، واتكلمت عن مجموعه من الاحداث الخطيره للدول العربيه وللعالم، واتكلمت عن كوارث نهايه العالم وتوقعات سيئة وغير مبشرة أبدا بالمرة. قبل ما نبدأ حلقة النهاردة، ياريت تعمل لايك للفيديو وتوصله لأكبر عدد ممكن من اللايكات عشان يوصل لكل محبي ومتابعي التوقعات في العالم. ولو انت جديد معانا وبتشوفنا لأول مرة، ياريت تشرفنا وتشترك في القناة وتفعل الجرس عشان توصلك مننا كل الفيديوهات أول بأول. ليلى عبد اللطيف اتكلمت عن مجموعة من التوقعات الخطيرة، وتوقعت ان شهر نوفمبر الحالي هيشهد في لبنان احداث مؤسفة، وقالت انها قلقانة على لبنان من شهر 11، على الرغم ان ما بقاش كتير على نهاية شهر نوفمبر، حوالي فاضل 5 ايام او 6 ايام، لكن ليلى عبد اللطيف بتتوقع ان لبنان هيتعرض لخضة امنية كبيرة في الشارع، وده هيستدعي نزول الجيش اللبناني. وقالت بالنص في توقعها شهر 11 2021، يعني هلا، نعم اللي نحن فيها هلا. نعم. هو شهر القلق والخوف عندي على بصراحة على لبنان، ولا استبعد حصول مواجهات بالشارع من رجعاب رفاق احداث امنيه واعمال فوضى وشغب تسبب بلبله كبيره على الاجواء العامه بين الناس، والحذر كل الحذر من خده امنيه طارئه. الله يحمي لبنان وجيش لبنان وشعب لبنان، يعني ان شاء الله. كمان اتوقعت ان كوارث هنشوفها في 2022 وهتكون صعبه جدا ومخيفه، وحذرت ان العالم هيشهد خلال المرحلة القادمة حالة من الغليان والقلق، وده بسبب كارثة كبيرة هتضرب بعض دول افريقيا والصين والهند. سيشهد العالم خلال المرحلة القادمة حالة من الغليان والقلق، وذلك بسبب كارثة كبيرة بتضرب بعض دول افريقيا والهند والصين. وقالت انها ما بتستبعدش ان الكارثة دي تتسبب في حالات من الخوف والقلق الكبير، وايضا التهجير بين شعوب هذه الدول، مما سيجعل العالم في حالة تأهب قصوى لاتخاذ اجراءات صارمة للحد من تداعيات هذه الكارثة. استبعد ان تسبب هذه الكارثه حالات كبيره من الهلع والقلق والتهجير بين شعوب هذه الدول، مما سيضع العالم في حاله تاهب قصوى لاتخاذ اجراءات صارمه للحد من تداعيات هذه الكارثه. بعد كده اتكلمت عن توقعاتها لشهر ديسمبر، وقالت ان التطورات والاحداث اللي جايه هتشكل خطر كبير على عده دول عربيه، وده هيخلق نوع من التوتر والتصعيد والقلق. وقالت تحديدا في توقعها أنا بصراحة يعني شايف التطورات والأحداث العربية رجع القادمة سوف تشكل خطرا كبيرا على العلاقات من عدة دول عربية، مما سيخلق أجواء من التوتر والتصعيد والقلق. لكن قالت أن بعد كده الأمور حيتم السيطرة عليها، وده من خلال الدور الحيوي والفعال من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، واللي هيجمع العرب كلهم في سوريا، وهيكون هو عراب المصالحات العربية، ومصر هيكون لها الدور الريادي والقائد في جمع الشعوب العربية والإسلامية مرة تانية. ومن هنا سنرى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يزور سوريا وبشكل مفاجئ، ويلتقي بالرئيس الأسد، وسوف تشكل هذه الزيارة نقطة تحول كبيرة في العلاقات العربية والخليجية على وجه التحديد. ولا أستبعد حصول قمة عربية طارئة يجمع فيها الرئيس السيسي سوريا مع الأخوة العرب للاتفاق على مرحلة عربية تنهي كل أسباب الخلافات السابقة، والاتفاق على ما يخدم مصالح الوطن العربي في هذه المرحلة الصعبة والحساسة، وعودة العلاقات العربية والخليجية خاصة مع سوريا ولبنان بعيدا عن كل الخلافات والانقسامات التي تشهدها اليوم. الإعلامي رجا ناصر الدين ذكر أن توقعات ليلى عبد اللطيف في 2022 هتكون خطيرة جدا، وقال على لسانها أن هتكون سنة 2022 أسوأ من 2021، لأنها هتكون مليئة بالأحداث الخطيرة، وأيضا بتتوقع حدوث تطورات دولية خطيرة هتؤثر بدورها على الدول العربية. في عام 2022 هو عام مليء بالأحداث الكبيرة والخطر،
كمان الإعلامي رجا ناصر الدين قال إن السيدة ليلى عبد اللطيف هتفجر مفاجآت في ليلة رأس السنة، واللي هتكون مفاجأة كبيرة لكل متابعيها ولمحبينها، وهتذكر فيها توقعاتها بالأسماء والمناطق الزمنية وأيضا بالتاريخ، وهتتكلم عن 29 دولة ومنطقة من العالم، وإن بداية توقعاتها هتكون من لبنان. كمان توقعت إن لبنان هيحصل فيه حدث مهم، وده هيكون في شهر فبراير من 2022، وهيكون مفاجأة للشعب اللبناني، وقالت إنها هتقول المفاجأة دي في حلقة رأس السنة من توقعاتها واللي هيقدمها الإعلامي نيشان. والبداية ستكون من لبنان تحديدا في شهر 2 2022، فتوقعوا معها هذا الحدث وترقبوا باقي المفاجآت من خلال حلقة رأس السنة. أما الأخطر من توقعاتها فكان من نصيب مدينة الإسكندرية، وهي العاصمة الثانية لمصر، وتوقعت أنها هيحصل فيها كارثة كبيرة طبيعية هتضرب الإسكندرية في المرحلة القادمة، وقالت أن الكارثة دي بسبب حدث مؤسف وكارثة طبيعية. بشوف أنه الأنظار والإعلام على مدينة إسكندرية بمصر ستكون حديث الإعلام ومحط الأنظار المرحلة القادمة بسبب حدث، يمكن شيء حدث لا مؤسف لا كارثة طبيعية، طبعا مش لا سمح الله حرب أو شيء، بس كارثة طبيعية. كمان ليلى عبد اللطيف اتكلمت على ان بريطانيا هتكون على موعد مع كارثة جديدة وهتتعرض لحدث مؤسف وقوي. بريطانيا بتكون بقلب الأحداث المقلقة من جديد، وسنرى بريطانيا تطلق التحذيرات ودول أوروبية تتأهب مع الحدث. ليلى عبد اللطيف ايضا توقعت ان عدد من المدن هتتعرض لأحداث سيئة ومؤسفة بسبب الكوارث الطبيعية من مياه البحر، وقالت ان هيحصل موت للآلاف للأسف. مشهد الكوارث الطبيعية التي تسببها مياه البحر سنراه يتجدد على شواطئ عدة مدن ساحلية حول العالم، والموت بيخطف الآلاف للأسف جراء ارتفاع من هذه المياه التي تسونامي، يعني معقول يكون تسونامي. كمان ليلى عبد اللطيف اتكلمت وقالت في توقعاتها ان هيحصل اعصار هيطال دولة خليجية وهيأثر على الدول المجاورة للأسف. اعصار هائل يضرب احد دول الخليج العربي، وقد تصل تداعياته الى بعض الدول المجاورة لهذه الدولة. بعد كده اتكلمت عن توقعات صادمة واحداث هتحصل في كوريا الشمالية، واللي بتتوقع حدوثها ما بين 2022 و2023، وقالت ان رئيس كوريا الشمالية هيتخذ قرارات هتفاجئ العالم بسبب تعرضها لثورات والاحداث مؤسفة. رئيس كوريا الشمالية بيفاجئ العالم باتخاذ قرارات داخلية وخارجية تشمل إغلاق الحدود الكورية، ومن خلال هذه الإجراءات سنرى كوريا الشمالية تتأهب وتستعد لأحداث وتطورات كبيرة ومؤسفة خلال المرحلة القادمة. ممكن كمان بـ 22. وأيضا من بين توقعاتها الخطيرة أن إيران أيضا هتكون على موعد مع كارثة مخيفة وصادمة، وهتساعدها الدول الكبيرة لتتخطى الكارثة. كارثة طبيعية بتضرب للأسف إيران، وسنرى عدة دول عربية وأجنبية تساعد إيران على احتواء تداعيات هذه الكارثة، كما سنرى عدة دول خليجية تساند إيران وتقدم كل ما يلزم من مساعدات الحكومة والشعب الإيراني لاحتواء هذه الكارثة. ليلى عبد اللطيف كمان توقعت ان العالم هيتعرض لموجة سيئة من الشتاء القاسي والقارس، وقالت ان هيكون فصل الشتاء اسمه فصل الموت للأسف، وده بسبب ارتفاع الوفيات بين الشباب خاصة، وايضا بسبب الكوارث والاحداث اللي هتحصل على مستوى كثير من الدول. للأسف رجا فصل الشتاء اللي هو بـ 2022 سيكون الوفيات الكثيرة حول العالم، وسيصبح اسمه فصل في بعض الدول، وذلك بسبب ارتفاع أعداد الوفيات المفاجئة أو بسبب كوارث وأحداث كبيرة تحصل على مستوى بعض الدول. يعني مش كورونا، يمكن يكون حروب، ما بعرف. تسمع كثير وفيات، تسمع كثير موت، تسمع كثير بفصل الشتاء الوفيات يعني للأسف صحيح. أيضا
من توقعاتها الخطيرة والمرعبة، توقعت ليلى عبد اللطيف ان العالم هيتعرض لكارثة كبيرة ومجاعة هتحصل، وايضا موجة كبيرة وشديدة من الجوع هتطال عدة دول، وهيحصل ارتفاع كبير في حصيلة الوفيات. المحاصيل الزراعية حول العالم في خطر كبير رجاء، والكوارث الطبيعية قد تضرب بعض المحاصيل الزراعية حول العالم وبشكل كبير، مما سيؤدي إلى موجة جوع كبيرة بتطال عدة دول وحدوث ثورة جياع في دول أخرى. ومنقول ألطف بنا يا رب العالمين. متابعينا الكرام، بكده نكون وصلنا معاكم لنهاية حلقة النهاردة والمفاجآت السيئة اللي فجرتها ليلى عبد اللطيف والمحزنة وتوقعاتها السيئة للعالم كله واللي بتتوقع فيها نهاية العالم. بشكركم جدا على حسن متابعتكم، ما تنسوش تعملوا لايك والاشتراك في القناة. هنستنى كل تعليقاتكم عن التوقعات الخطيرة دي، ياريت تكتبونا في التعليقات. وشوفكم بكرة على خير، ودمتم بخير والحب والسعادة.